السلام عليكم. اليوم كان لي الشرف نحضر الدورة التكوينية لتقنية الصغير التي كان مسؤول عليها والمشرف عليها عبد الرحيم الصحفي والإعلامي عبد الرحيم الباجوري. تعرفنا اليوم كذلك على بعض القواعد الأساسية للتصوير، منها قبل التصوير وبعده وأثناء. قبل التصوير الدقة في الموضوع، وأثناء التصوير الدقة في التصوير، وبعده التعليق على الصورة. ومنها تعرفنا نيت على بعض الأساسيات، منها اختيار زاوية ملائمة للصورة، واحترام قاعدة الصورة ووضوح الصورة. وكما تعرفنا أيضا على خطوات التصوير، منها جودة الآلة التصوير والإضاءة والهدف والأشعة الساقطة على الهدف والأشعة المنعكسة على الهدف. ومن خلال أيضا هذه الدورة جرينا بعض التمارين تطبيقية حول التقاط الصور وكيفية إجراء تصاريح صحفية. اليوم كان لي الشرف أنني حضرت واحد الدورة تكوينية في التصوير الفوتوغرافي اللي كانت بتنظيم مركز الهلال الأحمر بوسكورة إقليم نواصر، بإشراف السيد الصحفي والمسؤول الإعلامي السيد عبد الرحيم الباجوري، اللي تعلمنا من خلالها أساسيات وقواعد الصور الفوتوغرافي اللي هي الكاميرا والإضاءة والهدف وتسليط الضوء على والأشعة المعاكسة على الهدف والأشعة الساقطة على الهدف. وكذلك قمنا بتدريب ميدانية في أساسيات التصوير الفوتوغرافي وكذلك في تقنيات التصوير الفوتوغرافي، وكذلك تعلمنا وتعرفنا على أكثر الأخطاء الشائعة في هذا المجال. تعلمنا فيها أساسيات التصوير الفوتوغرافي وقواعد أساسيات التصوير الفوتوغرافي اللي هي الكاميرا والإضاءة والهدف وتسليط الضوء على الهدف. وكذلك قمنا بعدة تدريب ميدانية في تقنيات التصوير الفوتوغرافي وتعرفنا على الأخطاء الشائعة في هذا المجال، وكذلك تعلمنا كيفية أخذ التصاريح الصحفية وتعرفنا على أخلاقيات التصوير الفوتوغرافي. والهدف من الدورة هو التقاط الصور بجودة عالية وكتابة التقارير حول أنشطة الهلال الأحمر. اليوم كان لنا شرف أننا أطرنا واحد الدورة تكوينية حول قواعد أساسية للصورة الفوتوغرافية بمقر الهلال الأحمر المغربي بإقليم نواصر لفائدة الأطر المتطوعة بهذه المنظمة. كان الموضوع ديال اليوم هو حول قواعد الصورة اللي تعرفنا من خلال هذه الدورة حول أنواع الصورة وتاريخ الصورة الفوتوغرافية وكذلك أخلاقيات الصورة. كما تطرقنا إلى عدة مواضيع، من بينها كيفية تحليل الصورة وتصنيفها، ومن بعد أن نظمنا ورشات وتمارين تطبيقية حول التقاط الصورة بالهاتف وكذلك بآلة التصوير المهنية. والهدف من هذه الدورة هو تمكين المتطوع الهلال الأحمر المغربي بأخذ صور ذو جودة عالية وكذلك كيفية كتابة تقارير صحفية لتوثيق أنشطة الهلال الأحمر المغربي عن الصعيد الإقليمي والوطني.